إبراهام وين؟ نراي عرفة وين في الخدمة؟ تقريبا خليوني طبعا أنا بستنى عشان شباب بدي منزل هالبيت يلا خلاص ما عشان بستنى سلام لما بدنا نجي نبحر النفق نحدد وين احسن مكان اللي نبحر فيه. في انفاق بتنفحر بتنزل في الارض 50 متر، في انفاق بتنزل 18، في نفق فحرناه نزول 8 متر في الارض. لا يضوي يضوي روح. بنيجي بندور وين اقرب مكان، فهم علي كيف؟ اللي يريحنا، الاقرب اللي يصل لهم. اللي يريحنا وين منزل قريب اللي نشتريه مثلا نفتح منه عين، ارض. ننزل نزول فيه 27 متر في الارض مثلا، نتفق مع الامين المصري بعد ما ننزل في الارض قديش مثلا مساحه مثلا من عندنا من هنا مثلا، وين بحدد له انا المكان تبعي. طب لو راضي يا شو هم بيجي ابو اموال انا تنخمنيش ابعد عنا بلاش الموتور يقطع صبيعنا. ايوه بكمل اتصال على الجانب المصري بيحكوا معاه بسبيل انه بدنا نطلع عندك اشاره في المنطقه الفلانيه. بيطلعوا اشاره بتشوفها طلعت مثلا في على جنب الحدود بالضبط، بتقولوا لا نزل الاشاره هذه وقدم لي كمان 100 متر. بقعد الخط 3 شهور لما نكون احنا نشتغل فيه شفتين، وبقعد 6 شهور لما نشتغل فيه شفت واحد، وعدد الانفاق في رفح من 1000 ل 1500 نفر. نزل مرات بطلبوا حصمة، اسمنت، حديد، دخان، ايش مكان السكر، حتى قطع الغيار السيارات، كل اشي بيخطر في بالك. يعني الاحتلال الاسرائيلي مسكر عليه، ممنوع يدخل من كارني ومعبر بيت حنون، بيجي من الانفاق.
الأنفاق كما يعلم الجميع بأنها قد فرجت كرب كبير على قطاع غزة. اليوم كل شيء موفر في قطاع غزة، ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل وجهود أبنائنا الذين يعملون في حدود في الأنفاق. إسرائيل اليوم ومن قبل وستبقى تلاحق الأنفاق بحجة أنها تدخل السلاح إلى قطاع غزة، وهذا غير صحيح. السلام عليكم، ايش اخبارك؟ ايش كيف البضاعه؟ ايش جبت بضاعه من الانفاق؟ والله بنجيب بمبز، بنجيب شيمنت، وبنجيب حصمه، وبنجيب حديد. فايش بدك انت بضاعه؟ احنا بنجيب لك اياها من الانفاق. خلص حبيبي، الله يرضى عليك، لانه بدنا بضاعه احنا الحمل هذا. جيب السياره تبعت اللي هذا وبدنا نلاقي بضاعه. توكل على الله. السلام عليكم. الجانب الإنساني في الشباب اللي بتشتغل من تعيين الجامعات ولا طلاب مدارس ولا حتى لو كانوا عمال وعطلين عن العمل وبيجي توجهوا للأنفاق، لأنه هي المصدر الرزق الوحيد الموجود للشعب الفلسطيني، ما فيش بديل. طلاب بخلصوا توجيههم، ما فيش معهم تذكرة أنهم يسافروا برا، حتى بتلاقيهم ممنوعين أنهم يسافروا. وين بده يروح؟ أنا جيت من شمال غزة على مدينة رفح لأجل أشتغل في هذا الأنفاق، وأنا كنت عارف وبعرف الكلام هذا وبسمع في الأخبار إنه بصير هان قتل كتير وبصير موتى، وأنا بعرف إنه الشغلة هذه خطيرة من الجانب المصري ومن الجانب الإسرائيلي ومن جانب الوطن العربي كله. أنا مش قادر أعيش، أنا مش قادر أدفع رسوم للجامعة، أنا عندي إخوة أطفال، لكن جيت هان أعيش. أنا كنت على راس القطع، أمبارح امبارح كنت جوا، الرمل هال علي، أنا كنت جوا وطلعت واحد، أنا طلعت نفسي وطلعت زميلي في الشغل، زميلي طلعته وسحبته من تحت الرمل. 50 عائلة عايشة من وراء النفق هذا، فيش مصدر شغل عندنا غير الأنفاق. بالنسبة لحياتنا حياة بأس، كلها مرار، شباب كل يوم بتموت في الأنفاق، أولاد صغار هيهم وبدهم يعيشوا. يا باسل في عندك رياح داش نقدر نطلع لفوق؟ يا عم مرفوع، باسل الستين تبعك باسل بفوق. باسل اي سحبت لسه؟ ليش؟ شو رأيك كل شيء؟ طب شو من عندك السلك؟ بروح كل سنة بروح بعمل السلك. اسحب طيب. الله أكبر. اسحب يا باسل. أحمد. إيش بتسحب؟ اسحب. يلا. أحمد افهم يا أخي، اسمع. لف حالك شيء بالخط وماشي عشان الوجه ماشي راسك. فيكم تشدوني لجوا؟ تشدوني لجوا لانه خنقه هنا. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك. طب انا كيف بدك تحمل؟ حمل بدك تحمل. عمي شوي بس، شوي بس، وقف شوي.
يلا يلا. في طلاب كثيرة طلعت ودرست في الخارج فمش قادرة ترجع تشوف أهلها اللي أمه ماتت وفي نفس الوقت ممنوع يبلط الحدود بشكل رسمي فبده يجي البلاد وفي حنين الوطن يا عمي قد ما يكون بده يرجع فبتم التنسيق من عن طريق الأنفاق بسبيل أنه بده يجي مرحبا كيف حالك أهلا وسهلا بلادنا كيف حالك الحمد لله السلام. فالأنفاق هي اللي أتحت للفرصة أن أفوت غزة خيروني قالوا لي تنزل من تحت الأرض ولا ما تفوتش غزة قلت لهم لا بدي أنزل من تحت الأرض يعني كانت تجربة صعبة يعني النفس أدوبي أتنفس بين حياة أو موت كنت وانت بتعرف يعني النفق كله متر في متر وعلى طول خط كيلو ومئة متر يعني أكيد قبر بس كبير شوي روح هيا هلي أبدون يعني الأنفاق حلت مشاكل كثيرة اللي بقول لك ما حلت مشاكل اقتصادية ولا اجتماعية ولا نفسية حتى لأنه أول شيء بيصير فيها بترخرخ الاقتصاد هنا عندنا وفي نفس الوقت بنستفيد ماليا يعني عندك أغلبية العمال اللي كانوا يشتغلوا في إسرائيل آلاف بل آلاف الآلاف اليوم وين لهم شغل في عدم الحصار هذا كله هي بتوجه للأنفاق رغم أنه موت ومخاطرة يعني ضاوي حبيبي الشيخ ترول ضاوي لا شايف للاخر ننزل وقر الله يمكن الحقهم يلا محمود هذا الكشاف احمد محمود الثاني استنى استنى هذا فرجيك جوا فرجيك وين مات خالد ومات اسامه ومحمد هذا نفق لسه كان في اول تنزيل لسه تنزل في الخط نزلوا الشباب عسبتي نزلوا يشتغلوا مو مبلغ مصريين في عين هتنقصف هتنضرب مش العين اللي احنا فيها عين تانية انت عارف نظام الخطوط هنا خشين على بعض في الصدفة اجوا بلغوا صاحب الخط انهم قالوا له يعني انه في هنا هتنضرب عين طب وضرب وين نعرف الصواريخ تمشي من فوقينا يعني فوقينا صواريخ والعمال لسه تحت بيشتغلوا في الخطوط يعني انضرب الخط اللي جنبه بتأزل اللي جنبه بتأزل اللي جنبه بتأزل اللي جنبه يعني من ضربة خط مثلا ممكن يموتوا 20 30 واحد مع بعض وقف الشغل عند الشباب قلنا بس ايش في بعد منظمة العين بعد شوي هيك نزلوا كم من شاب نزلوا اثنين ثلاثه اول اثنين ثلاثه مرقوا دايخين بردك ومرتمين عندهم جوا خشوا طلعوا الشباب اول ايش اللي برا في كذا شاب اللي مرمى على الدش مكان اللي مرمى على المطار يعني كل واحد بمكانه كاين اللي مشفر حاله تشفير من ريحه الغاز مزعين حالهم يعني تمزيع بقيه طلعناهم مرميين اللي مرمى فوق الكيس واللي مرمى هنا فاهم علي كيف وفي كمان كل شاب كمان مرميين جوا باقيين يعني من الروح بجروا يعني بدهم يجروا وبقلب بجروا وبقلب
بطلت اجمع، انا قلت احنا كل اصحابي ما ضلش لي اصحاب يعني. لا انا بقيت اشتغل معاهم واروح انا وياهم ونشتغل مع بعض راح يعني. انا بقيت انا ما انا وخالد على فرشه واحد، كنا ناكل مع بعض. اجيك ما لقيت الا راح. بس من بعد ما مات خالد الله يرحمه، انا ومحمد اخوي صرنا نقول بدناش، صار يقول لي اخوي احنا خلاص ما بدناش نشتغل الانفاق، لانه انا يعني كل اصحابي راح. لا انا بقيت اشتغل معاهم واروح انا وياهم ونشتغل مع بعض راح. بندار مش فاضي. يلا شباب تنزلوا تخرجوا في يوم من الايام بقيت مخنوق يعني، بقي علي دون ومش عارف من وين اجيب مصاري. اللي هو بتصل عليه بسام، حكيت معاه قال لي بدنا تشتغل معنا يا محمود. قلت له خلاص ماشي بسام بشتغل معك. قال لي طب تعال نعرف، انت عارف الخط اللي بنشتغل فيه. هاي النفق اللي كنا شغالين فيه، هذه المنطقه واحنا نازلين بقت تخبط في ظهري من هنا، ظهري مفتح منها. مع مرة الأيام صرنا يعني صارت زي الخشب هذه زي أختي وأبوي وأمي. أقول هذه باكل منها هوي. واشتغلنا في الخط هذا برضو كمان أنا وبسام، نزلنا نشتغل عادي بأمان الله. صفق علينا الخط في الشتاء هذا الكلام، خلاص اتضايقنا وتحصرنا من كل حاجة. صرت أزعق إنهم هم يسمعوني أنا أسمعهم، فيش ربط كلام بينه وبينهم ولا حاجة. واحنا تحت بقينا مخنوقين مش عارفين لا ميه ولا شرب ولا اكل ولا حاجه. يومين قعدنا. انا نفسي مرته سبت بيته وسبت اولاده ورحت على النفق نفسه، طلعت في المنظر كان رهيب جدا جدا. والحمد لله يعني تقبلنا المصيبه واحنا بنتصل جوالات وندور عليه. فاجوا يعني الناس قالوا لي ما تخافيش عليه، احتمال يكون طلع على الجانب المصري. يعني شويه يعطونا نسبه امل انه يكون كويس. فأشي يقول لي في النفق وهينا سمعنا صوته كويس ساعات وحنطلع لك إياه بخير. جابوا 80 عامل. بعد ما جابوا 80 عامل أدوم المصاري الحكومة يعني جابت عمال ومصاري وشي زيك. العمال ما رضيش ينزلوا الغرب مصاري. الحين لما ندخل العمال جوا ما عرفوش كيف دلقوهم، صاروا كل ما يمشوا متر يبحشوا إيش في ديهم، كل ما يمشوا متر يبحشوا في ديهم. لما نبحشوا في ديهم إيش طلعت ريحة، قالوا خلاص هاي الولاد في المكان هذا. اشتغلوا يوم واثنين وثلاثة ورابع، ربع يوم في الليل لقوهم يعني شافوهم. بسام مات لقدام شوية يعني، الكبشات بدوا يفحروا من قدام 50 متر منين، فحروا يعني فحروا
8 ايام هم بفحروا لما طالوا بسام. فلما طالوا بسام ما كانش يعني منظر بسام طبيعي بقى. الله يعني مش عارف انا كيف اهله تحملوا انهم يشوفوا بسام. يعني لما طلوهم قالوا يعني شد اجر واحد، الاجر واحد حتنقطع لانهم فيش لحم عندهم دايم. فمش لهم طلعوهم وودوهم على المستشفى. صاروا يتكاتل عليه، قالوا هو مش هو، بس لما شافوا منظره هذلوا كلهم. يعني بقول لك راسه هالقد وجسمه هالقد و100 كيلو، هذا مش اخونا بتعرفيه؟ قلت لهم انا بعرفه من الاواعي اللي لابسهم. لقوا بلوزه مخططه، قطعوا من البلوز شوي ورجوها لمرته. قطعوا قطعه من بلوزته وجابوا لي اياها، وللاسف طلع هو. احنا لما طلنا بسام حطيناه في حرام، لانه لو لما بدي اشيل بسام يمكن ايده تطلع في ايدي او رجله تطلع في ايدي، لانه بسام بقى منقوع بمية طينة 8 ايام. مين بني ادم بكون له 108 ايام ومش مدفون؟ اهله بدوروا عليه عشان ياخذوه ويدفنوه. عشان هيك لما بنشتغل في الموت بنشتغلش من قلة، بنشتغل من اللي احنا بنشوفه، بنشتغل من الديون، من الهم، من اللي احنا عايشين فيه، من الاكل، من الشرب، مش من قليل الواحد بيشتغل في الانفاق. فلسطين عمرها ما كانت هيك، دائما هيك، كل 12 سنة بتصير لها نكسة بتنقلب، أتراك مروا هنا، عثمانيين، إنجليز، مصريين، كله حكموا هالبلاد، لأنه دور الحكومات انتهى، فبتحس إنه الدور هذا هو اللي ماشي، إشي المش مشروع خلوا الشعب يحسوا إنه هذا الطبيعي ومشروع، لكن إحنا كشعب غزة وتعودنا من أجدادنا إنه بناكل اللقمة من تم الأسد، بنسحبها وبنعيش، علشان نضمنا على هالأرض. بوجه نصيحة لأي مرة من نساء قطاع غزة، كلي دقة وملح وما تخليش جوزك ينحرم إنه ينام حواليك وحوالين أولادك. يعني العالم تنظر لنا بعين شفقة. أنا بحكي لكل واحدة تدير بالها على حالها وتدير بالها على جوزها، ما تطلعوش للموت ولا الأنفاق حتى لو بدهاش تأكل أصلاً. والله أنا بقول لك أنا اللي بحس فيه ما حد بحس فيه. يعني أنا قاعد لحالي الحين من كتر التفكير راسي كانت تجعني تألمني كثير، مش عارف كيف بدي أربي هدول، مش عارف إيش بدي أسوي. يعني كل شيء صار علي، أنا صرت أنا الأم، صرت أنا الأب، مش عارف إيش بدي أسوي، إيش بدي أقول لك.